نحن سعداء بمقابلة الرئيس عبد المجيد تبون خلال هذه الزيارة التي تتزامن مع حضورنا احتفالات عيد الاستقلال الجزائري. نحن نعبر عن إرادتنا في تعميق وتعزيز علاقاتنا وشراكتنا الاستراتيجية الشاملة مع الجزائر، وكذا لتعزيز العلاقات مع وزارة شؤون قدماء المحاربين الصينيين ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق لتبادل الخبرات وتعميق التعاون في مجال قدماء المحاربين. لقد قمنا بزيارة متحف المجاهد وشعرنا بجهود الشعب الجزائري وتضحياته من أجل تحقيق الاستقلال الوطني، وهذا ما يتشابه مع تضحية الشعب الصيني. قال فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الجزائر والصين بلدان يساعدان بعضهما بعضا في الأوقات الصعبة. نسعى إلى تحقيق تنمية الاقتصاد وحفظ السلام في العالم، فالصين والجزائر هم صديقان حميمان. نحن نسعى إلى تعزيز هذا التعاون ونبذل قصارى الجهود للحفاظ على هذه العلاقات. زيارتنا تهدف إلى تطبيق توجيهات فخامة الرئيسين لتعزيز التعاون في مجال قدام المحاربين ورعاية المجاهدين وعائلة الشهداء. وهذا ما يعكسه عمق العلاقات بين شعبينا.